خلصت المهلة يلي أعطيناكم إياها، يلا اتركوا أسلحتكم واستسلموا فورا. للأسف عملية القيامة لساتها مستمرة. سيطروا على طياراتنا اللي بلا طيار، وجولاق عم يتحكم فيها، وإذا ما ساوينا شيء ممكن يبلش يضربنا. وين مثلا؟ بيقدر يقصف أي مكان، ما منعرف وين. سيدي لآخر مرة بحذركم، اتركوا أسلحتكم واستسلموا فورا. نحن لازم نفوت لجوا. شلون بدنا نفوت؟ رح نستسلم. نحن بنستسلم. منهاجم. متأكد سيدي؟ في قدامنا خيار تاني؟ امشوا. فاكرين حالكم عم تساووه؟ انت رح تجي معنا.